كدبت عليا ليه يا معتز؟ والله العظيم يا فارس انا ما كدبت عليك. ما تكدبش تاني عشان انت مش حامل واحده تانية. اصلك ما تعرفش انا من ساعه ما سبت مكتب الاستاذ اتغيرت، روحي بقت في مناخيري وخلقي بقى اضيق من خرم الابره، ممكن استحمل اي حاجه الا الكذب. طب فهمني طبعا عملت ايه؟ افهمك، اخر زياره جت لي فيها السجن جبتني معاك معلومات وصور وقلت لي ان الاستاذ نظيم اللي بعتها. الكلام ده ما حصلش. مين اللي بعتك بالمعلومات والصور دي؟ اظن مفيش سؤال اوضح من كده. لميس مدير شركه ايزي ارتس دي اللي كان ايمن ليه اسهم فيها. ايوه اديتني شنطه فلوس كبيره ساعتها. فلوسك مقدمه اهي بعيد عن نظيم رفعت زي ما اتفقنا. ياه كل ده عشان شويه صور ومعلومات هنديها له الزياره الجايه. المهم ان انت تقنعهم ان انت جيت عن طريق نظيم مش عن طريقنا احنا. طب فرضنا بقى ان فارس عرف الحقيقه، انت متخيله ممكن يعمل فيها ايه؟ وفارس هيعرف منين؟ ويا سيدي حتى لو عرف هيعمل لك ايه يعني وهو في السجن؟ منطق برضه. بس معلش بقى انا في سؤال هيجنني. اسال. فارس هو اللي قتل ايمن واصل ولا لا؟ والله العظيم يا فارس هو ده كل اللي اعرفه. صادق صادق من غير حلفان. تليفونك فين؟ امسك اتصل بيها وقول لها انك عايز تشوفها ضروري وبسرعه، واوعى تحسسها اني معاك. حاضر يا فارس. حاضر. ما تردش، خليك وراها ان شاء الله للصبح. ما تزعلش مني يا فارس، تنفدت بدري وأمنت مستقبلك وخلاص، وأنا اللي لسه زي ما أنا ضل للأستاذ يرمينا أنا وزمايلي الملاليم وهو عمال يغرف في ملايين. أنا بقى أدفع عمري كله واللي ورايا واللي قدامي واللي جنبي قصاد يوم من أيام الملاليم دي كان البال مرتاح والضمير ما بيوجعش. لكن هنعمل إيه بقى؟ احيانا الناس ما بتبقاش عارفه ان الغنى امر من الفقر. الكلام ده ما بياكلش عيش يا صاحبي. العمر بيجري واحنا بنكبر، فجاه بنلاقي نفسنا كبرنا ولا بنتقدم خطوه ولا بنتاخر. استنى ايه تاني؟ واحد زي المفروض يستنى لحد امتى يا فارس؟ انا عارف ان كلامي لا يودي ولا يجيب، بس ليك عليا حق النصيحه. ما بتردش برضه. خليك وراها، اول ما يحصل انا بره.